السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب، احنا النهارده ان شاء الله هيبقى عندنا توبيك هو انترستنج جدا، بيتكلم على الهوت فيرسس كولد ستورج، او خلينا نقول بشكل اعم احنا في الفيديو هنتكلم على حاجه اسمها مالتي تمبريتشر داتا موديل او ستورج موديل. طيب احنا ليه بنقول او بنشرح الموضوع ده؟ هو دايما لما بنيجي نبني اي ستورج سيستم بيبقى عندنا شوية أسئلة بدنا عايزين نعرفها، نحط ده بتاعتنا على أنهي تايب من ستورج، وإيه مميزات وعيوب كل حاجة، وهل كلهم زي بعض ولا لأ. طيب فإحنا لما بنيجي نشرح موضوع جديد دايما بيبقى عندنا تلاتة فاكتور بنبص عليهم، أو تلاتة أسئلة بنحاول نجاوب عليهم. أول سؤال هو وات، إيه هي الحاجة دي؟ الحاجة التانية هي واي، ليه محتاجين الحاجة دي؟ وهاو، إزاي نمبلمنتها أو إزاي نشغلها. أوكي طيب، اول سؤال هنا هنجاوب عليه هو وات، ليه يعني ايه هو ايه هو المالتي تمبريتشر داتا مانجمنت موديل او ستورج موديل، وليه احنا وليه بعد كده محتاجينه، وازاي بنمبلمنت. فاول سؤال هنا وات. طيب احنا بشكل عام لما بنيجي بنفكر ان ديزاين الداتا وير هاوس سولوشن بتاعنا بنبقى عايزين نفكر ايه الداتا، كل داتا نحطها فين. فعلى سبيل المثال انا عندي داتا، الداتا دي محتاجين ليها اكسس فريكوينت جدا، فانا عندي سؤال احطها فين؟ هل كلهم نحطهم على نفس المكان ولا لا؟ طيب السؤال الثاني، لو انا عندي داتا معينه ما بعملهاش اكسس كتير بس هي مهمه ومش عايز امسحها، احنا قلنا داتا وير هاوس فكرتها ان انا يكون عندي دايما ability ان انا اخزن داتا كتير جدا مهما كانت الوضع بتاعها. الحاجة التالتة، طب لو في داتا يعني ان بتوين، يعني ساعات بنأكسسها بس مش كتير والكلام ده. طيب او سيجي سؤال منطقي جدا، لو حد يقول لي طب ما تحطهم كلهم على داتا هاوس على نفس الاستورج، صح الكلام ده منطقي جدا، بس هي الفكرة ان احيانا او مش دايما بيبقى الكوست بتسمح بكده. ليه؟ لان كل الاستورج او كل حاجة ليها كوست، فانا عايز دايما ان كل الداتا بتاعتنا تكون اكسس فاست، ده معناها ان هضطر ادفع فلوس كتير او السوليوشن بتاعي هيبقى مكلف. طب خلاص تحطهم كلهم في مكان بطيء او داتا رخيصه، مش هيبقى لي لازمه ان يبقى كله بطيء. فبالتالي بيبدا هو جه الفكره هنا ان احنا نقسم الداتا لكاتيجوري. الكاتيجوري دي بتقسم يا اما فاست، يا اما خلينا نقول ميديم ان احنا بنأكسس الداتا دي بس مش بسرعه قوي، ميديم سبيد، او ان هي تكون سلو بس موجوده. اوكي طيب، فاحنا قلنا ان فلما نيجي نتكلم هنا ايه هو المالتي تمبريتشر داتا موديل، هو كلاسيفيكيشن للداتا. كلاسيفيكيشن للداتا دي ليها شويه كاركترستكس. اول حاجه نبقى عندي الداتا اللي هي الفاست او الهاي بيرفورمانس داتا، ودي بيبقى الاكسس ليها فريكوينت. خلينا ندي مثال، ايه المثال بتاعنا هنا؟ المثال بتاعنا ان انا عندي مثلا مبيعات، فانا عايز كل شويه ابص بيان كوي جدا اشوف مبيعات كل اخر ساعه عامله ازاي، اخر يوم عامله ازاي، اخر اسبوع عامله ازاي، اخر شهر عامله ازاي، اخر 6 شهور عامله ازاي. طيب بعد كده دي كده الفاست. طيب الجود او الافريج بيرفورمانس دي بتبقى داتا موجوده محتاجينها بس ابص عليها على طول. طيب ايه زي ايه؟ عايز ارن كويري ترجع لي المبيعات 5 سنين فاتوا او 3 سنين فاتوا واقارنها بنفس الشهر ده. يعني عندي مثلا احنا في شهر، احنا دلوقتي بنسجل الفيديو ده واحنا في شهر فبراير. اوكي طيب، لو عايز اقارن مبيعات فبراير 2020 بمبيعات فبراير 2019 18 17 لغايه 15 مثلا، دي بنقولها افريج، يعني خلاص دي افريج سبيد. فانا هرن الكوري دي، مش برن الكوري دي كل يوم، برنها مثلا مره في اليوم او مره في الاسبوع او مره في الشهر ايا كان، بالتالي الكوري دي مش شرط تكون سريعه جدا، فبنقول عليها دي وورم داتا. لكن الفاست معناها ايه؟ هي هوت داتا. هوت داتا لما نسمع كلمه هوت، اي حاجه اي موضوع هوت معناه ان هو موضوع عايزينه عاجل او موضوع سريع عايزين يجوا بسرعه. وورم دايما بقى فيها، عارف، هي مش كولد خالص، يعني داتا متوسطه وفيها افريج، هي مش حاجه ايرجنت يعني. طيب لكن الكولد بقى هي داتا بنأكسسها ريلي بس محتاجينها مش عايزين نمسحها. يعني انا عندي، ده انا اخد مثال، انا عندي داتا بدايه مبيعات من 10 سنين او من 20 سنه، او خلينا ناخد اركايف بتاع شويه داتا ترانزاكشن ما بنستخدمهاش، عندي الاجريجيت بتاعتها. طيب انا الداتا مش عايز امسحها، فانا ممكن بدل ما اقعد اشيل كل الداتا دي عندي في الهوت ستورج عندي، لا ممكن احطها في لو كوست ستورج، وهنتكلم يعني ايه لو كوست ستورج ليتر، بس خلينا نقول ان احطها في لو كوست ستورج، نفترض هدوب مثلا، ماشي، وبناء عليه اللو كوست ستورج دي هيبقى داتا موجوده اقدر اكوري عليها بس مش تبقى سريعه.
فيبقى انا كده قدرت يبقى عندي الكيس دي. طيب نيجي السؤال بقى هنا، مين بيحدد الهوت والكولد؟ طيب وهنا السؤال اللي هو الثاني اللي هو who is responsible for data temperature classification. خلينا نقول ان كل اورجانيزيشن ليها الوضع بتاعها او الديزاين بتاعها. فعلى سبيل المثال في بعض اورجانيزيشن عندهم في بعض اورجانيزيشنز عندهم مثلا الديمان تيم. الديمان تيم ده هو خلينا نقول هو بيبقى حلقه الوصل ما بين الداتا وير هاوس تيم والبيزنس. فهو بيبقى عارف يا جماعه والله الديماند عندنا على الداتا دي كتيره، لا دي قليله، فهو بيبقى نقدر نقول هو بيبقى فاهم بيزنس كويس جدا وفاهم اي تي ماشي. طيب في بعض التيمز او بعض الشركات، ودي برضه انا عصرتها، ان في برودكت اونر. برودكت اونر ده هو راجل مسؤول عن البرودكت، موبايل ابلكيشن مثلا، هو راجل بيقول لك ايه، انا اقدر اقول لك الداتا دي بستخدمها كل قد ايه، في البيزنس بتاعي بيحتاج الداتا دي كل قد ايه. طيب في حاجه تانية برضو، الداتا اركتكت. في بعض الشركات الداتا اركتكت هو المسؤول عن الكلام ده، هو راجل بيحط الديزاين ده، وبالتالي هو بيقسم حاجه اسمها السناب شوت والهيستوري. والهيستوري داتا، ودي هنتكلم عليها بعدين، بس اقصد هيستوري هنا مقصود بيها لو هو لونج هيستوري فده معناه ان هي كولد، لا ميديوم هيستوري، او يعني مش هيستوري طويل قوي فبقى ميديوم. لو حاجه سناب شوت او كارنت دي بتبقى الهوت داتا. اوكي طيب نيجي السؤال بقى الثاني، احنا كده جاوبنا على ايه السؤال عشان ما ننتهش من بعض. وات ليه محتاجين ده، ومين المسؤول عنها. السؤال الثاني ليه بقى، هو لازم نجاوب للسؤال ده. اول سؤال واول ما حد يقول لك ليه في الجزء بتاع الهوت والكولد او المالتي تمبريتشر داتا موديل، الكوست ريدكشن. الكوست بدون ذكر يعني شركات معينه، بس لو هناخد مثلا اوراكل اكس داتا او تيرا داتا، داتا هاوس، او ايا كان اي حاجه يعني ايا كان داتا هاوس سولوشن، التيرا بايت الواحده ليها كوست. انا مش عايز اقول الرقم عشان الرقم ممكن متغير من وقت لوقت، بس هو كان رقم كبير يعني الاف دولارات يعني. فلما نيجي نتكلم مثلا عندي 100 تيرا بايت، لا ما انا ممكن احطهم 50 واخلي 50 دول كولد او ايا كانت التقسيمه. فاول سبب هو الكوست ريدكشن. طيب السؤال الثاني البرفورمانس، ان انا برضه بدل ما يبقى عندي الداتا الداتا ليك بقعد اسلكت واشتغل على 100 تيرا بايت، فبالتالي انا ممكن يبقى عندي اشتغل على 10 تيرا بايت، وال 90 تاني دول مش مهمين اصلا، مش هوت بالنسبه لي. طيب ازاي نمبلمنت الموديل ده؟ اول حاجه قبل ما نبدا امبلمنتيشن، يعني هي دي بقى برضه من نقطه بيست براكتس لازم في الكورس ده نكون عارفينها. قبل ما تمد ايدك تك تك هتمبلمنت وتمبلمنت اي تي ال، لا انت محتاج دايما تفكر في شويه حاجات قبل ما تمبلمنت. ايه هي بقى الحاجات دي كونسيدريشن؟ اول حاجه تسال السؤال الاولاني، يعني انت دلوقتي الدور بتاعك في التيم بتاعك برودكت اونر، او انت ديماند تيم، او انت داتا اركتكت، او ايا كان انت، او انت حلقه الوصل ما بين الاي تي والداتا هاوس. اول سؤال بتروح تقعد مع البيزنس تساله، ممكن تقول لي انت بتحتاج الداتا دي كل قد ايه؟ يبقى ده سؤال كده اعتبر نفسك كده معاك كشكول ورقه وبتكتب بتحتاج الداتا دي كل قد ايه؟ ده اول سؤال فريكونسي اوف اكسس. السؤال الثاني هي الداتا دي بتتشينج كل قد ايه؟ يعني هل الداتا دي هي اورلي تشينج ولا ديلي ولا مينيت ولا سكند ولا ييرلي؟ فالسؤال ده مهم تساله. طيب ايه تاني؟ ان انت برضه محتاج تفكر الستورج لكل بروجكت، ان مش شرط ان كل بروجكت كله زي بعضه، ممكن في بروجكت ده بتاعته كتير، بروجكت ده بتاعته قليله. فاحنا مثلا البروجكت ده هنخزنه على فاست ستورج. طيب بقى احنا ليه؟ لان في نيد للكيس دي. طيب لو احنا مثلا عندنا الورم داتا هنحطها على سلايتلي لو سلوور ستورج، مش تبقى زي الهوت ستورج. النقطة الأخيرة الكول داتا نحطها على السلوست، دي أمر منطقي جدا. طيب احنا جاوبنا على الواي، نيجي للنقطة الأخيرة إيه؟ قلنا إيه؟ وات واي هاو. دلوقتي بقى إزاي هنعمل امبلمنتيشن؟ طيب قبل ما نبدأ امبلمنتيشن برضو أنت جاوبت الأسئلة دي للبيزنس، خد بالك إن احنا السؤال اللي فات ده كان للبيزنس، لكن الأسئلة دي بقى ليك أنت كتكنيكال بارت. إيه هي؟ انا محتاج افكر ازاي هيرتين الداتا دي، او ريتينشن. كلمه ريتينشن هنا معناها ايه؟ احنا لنفترض عندنا تيبل بيبقى جواه الديلي سيلز ماشي. طيب لو انا عايز انا بسيب في التيبل ده اخر سنتين مثلا، طب لو انا جيت النهارده فشلت اكتر من سنتين، كلمه هشيل اكتر من حاجه معينه كونديشن معين اسمه ريتينشن. فلما تسمع كلمه ريتين او ريتينشن هي بيبقى ده المعنى بتاعها يعني. بس احنا هنتكلم لترقونا بنتكلم عن داتا موديلنج ازاي تعمل ريتنشن. بس خلينا في النقطه دي، لو انا عندي تيبل
وعايز اعمل له ريتنشن. فازاي بقى اديزاين الريتنشن ده؟ فمثلا لو التيبل ده مثلا البارتيشن بتاعته ديلي بيزد على الديت، فانا هعمل ايه؟ هايرتين البارتيشنز اللي بالديلي. طيب لو انا عندي شويه داتا وانا عندي ليها سمري او اجريت، احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجيب الاجريت دي ونحطها في الهوت ونخلي ترانزاكشن في الكولد. طيب يبقى النقطه الاولى ان انا ممكن اقسم التيبل بالديت، لان انا هايرتين بالديت مثلا، وبالتالي هيبقى اسهل عندي ما اجي اعمل ريتنشن للديت، او مثلا اقول اكتر من ساعتين او بالساعه لو انا يعني بحط اخر ساعتين. لو مثلا داتا مثلا بتاعت شركه طيران، المثال ده كويس جدا. لو عند شركه طيران اصلا الداتا في الساعه في بعض سور سيستم بتبقى تيرا بايتس، واحيانا ممكن توصل بيتا بايتس. طيب فانا اللي هي داتا ليها علاقه بالاي او تي بتاعت مواتير الطيارات والكلام ده، طيب الساعه الواحده ممكن توصل 50 تيرا بايت، فانا ما اقدرش اشيل اساسا في التيبل ده لنفترض يعني اكتر من 80 ساعه فاتوا مثلا. فبالتالي هعمل ايه؟ هقسم التيبل ده بالساعات. طيب النقطه الثانيه، عشان ما اقعدش اخزن الترانزاكشن دي، هروح شايل هعمل اجريت تيبل في ملخص او يعني سمري بتاع الترانزاكشن دي، بحيث ان اقدر ريبورت عليه فتره اطول من الترانزاكشن. طيب النقطه الثالثه هي اي حاجه، النقطه دي بقى بنأكد طول الكورس، مفيش حاجه بنعملها في حياتنا في الكورس ده مانيوال. ليه؟ لان المانيوال ليه ريسك كبير جدا، انت بالذات وانت بترتين داتا او بتديزاين داتا حاجه مانيوال، هتطير داتا مش هعرف ترجعها تاني. لكن انا دايما في حاجه اسمها باك اب ريكفري رول باك. الباك اب ان انا قبل ما ابدا البروس بتاعتي لازم باخد باك اب في، يعني انا هفترض عندي سكريبت، السكريبت ده اوتوميشن اوتوميتد، حلو. السكريبت ده بيعمل ايه؟ اول حاجه قبل ما ابدا امسح الداتا او هشتغل على دي، خد باك اب منها، ده الجزء الاول. طيب بعد كده افرض انا قال لك لا انا عايز اعمل ريكفري الداتا دي، عايز ارجعها تاني، او عايز اقول باك اب بلان بتاعتي، ايه اللي هيحصل في الكيس دي؟ او ايه اللي انا بعمله؟ ان انا يبقى عندي السكريبت ده اوتوميتد، ان انا عايز ارجع المسح ده او ان انا اقول باك البروسس بعملها تبقى اوتوميتد وجاهزه. طيب لازم الكلام ده يكون تيستد وبريبيرد، يعني لازم انا ابقى بجهز الكلام ده وتيستد قبل ما ابدا اشتغل على الداتا الفعليه بتاعتي، تمام؟ وهنتكلم في الامبلمنتيشن في الديمو اللي في اخر الشابتر عن الموضوع ده اهو، عشان الناس تسالني طب انت بتقولي معلومه ليه ما بتقولش ما بتشيرش معانا الامبلمنتيشن، يعني عايزين نشوف قصادنا الامبلمنتيشن. ومش موضوع حلقتنا، بس احنا في اخر الشابتر هيبقى عندنا جزء امبلمنتيشن فول يوز كيس، اوكي؟ طيب نيجي بقى الامبلمنتيشن بقى، احنا هنا بنتكلم السمري بتاع الامبلمنتيشن، انت بتعمل ايه؟ في دلوقتي اكتر من تول ممكن نشتغل بيها عشان امبلمنت الكلام ده هو. مش كل حاجه تقعد تعملها فروم سكراتش. اول حاجه انت عندك كاتيجوريز اوف تولز، اول حاجه في انتربرايز تولز. هتقولي طب انت ليه بتقول لي انتربرايز لو انا شغال في شركه ما عندهاش اوبشن ان هي تشتري انتربرايز؟ صح، ما هو عشان كده بندي اوبشن تاني ان في اوبن سورس. طب اوبشن تالت ان في الكلاود تولز. طيب اف انت شغال في شركه تيليكوم مثلا او بانكينج، معظم البنوك والشركات، انا ما شفتش بنك او شركه انتربرايز مثلا ما عندهمش انتربرايز تول للداتا مثلا، سواء الاي تي ال او للباك اب والريتنشن والكلام ده. ما اكيد في سكريبتات بس بتحط في تولز اوتوميتد. ده لا يعني ان الاوبن سورس تولز قويه وشغاله، في ناس اوريدي شغاله بيها، وفي كلاود تولز طبعا بيسبورتها الكلاود بروفايدر الكبار زي امازون او جوجل او مايكروسوفت. طيب نيجي نمسك الايه، اول حاجه الانتربرايز. زي ايه الانتربرايز؟ انا بقول هنا الاشهر، مش بعمل لهم يعني دعايه يعني، بس هم اوريدي هم الاشهر يعني. فمثلا عندنا اول حاجه اي بي ام انفوسفير، وعندنا انفورماتيكا، وعندنا اوراكل داتا سيرفيس انتجريتور، وعندنا تالنت، وعندنا مايكروسوفت سوري ومش مايكروسوفت سيكوال، دي غلطه هنا، مايكروسوفت التوب بتاعتها ليها اسم تاني مختلف. ماشي. طيب فالمهم احنا هنا التكه هنا في كل تول من دول، كل تول ليها مميزاتها وعيوبها، وفي تولز ممكن تكون ادفانسد يوز كيس احنا مش محتاجينها، وتول تانيه تكون لا هي يوز كيس احنا محتاجين نتشيك عليها او ليها يوز كيس معينه. واحيانا في ناس بيبقى بتختار التولز بس ده على السبورت الموجود في التول دي، يعني في ناس تقول لك انا هاخد مثلا اشتغل مع انفورماتيكا عشان هم ليهم سبورت بشكل معين للحته دي، وهم موجودين ليهم برانش في الدوله اللي انا شغال فيها. في ناس تقول لك لا انا شغال في التول دي عشان السبورت على الكوميونتي بتاعها اقوى من سبورت على تول تانيه، تمام؟
انا مش بفضل حاجه عن حاجه، وكل تول ليها يوز كيس. يعني انا مش بحب ان انا اقول دي احسن من دي، بس من واقع خبرتي يعني ان اقوى تو تولز هما انفورماتيكا واي بي ام انفوسفير از اي تي ال، او از شغلي مع الداتا يعني. طيب الاوبن سورس، انا هبدا من تحت لفوق، هقول تالنت ماشي. طب سؤال هنا، احنا قلنا من شويه قلنا تالنت في الاوبن سورس في الانتربرايز، قلنا تالنت في الاوبن سورس، مش حاجه غريبه. لا تالنت ليه فيرجن اوبن سورس وليه في فيرجن انتربرايز. انتربرايز بيبقى فيها شويه حاجات كده بسيطه زياده مع شويه سبورت زياده، بس في الاخر هو ليه تو فيرجن يعني. بنت اهو، وفي كليفر اي تي ال، وفي اباتش ناي فاي. يعني حاط اس جنب اباتش ناي فاي عشان هو ممكن يستخدم في البيبرز بتاعتنا دي، في ان احنا بنمبلمنت مالتي تمبريتشر داتا موديل والداتا موفمنت، بس هو مش يعني هو مش يعني ده مش الاساس بتاع التول دي. يعني هي ليها اكتر من استخدامات تانية، بس انا بقول ده اكزامبل اوف وان اوريدي استخدمت ناي فاي في الكيس دي. طيب الكلاود طبعا، في امازون وفي ايجو وفي جوجل، كل واحد فيهم عندهم المايجريشن تول بتاعتهم او الاي تي ال تول بتاعتهم. طيب برضه نقطه جانبيه عشان كمعلومه ليك، اف انت شغال في شركه، الشركه دي عندها بيتا بايتس اوف داتا وعايزه تموف للكلاود، كل الشركات دي الثلاثه عندهم اوبشن لفيزيكال داتا موفمنت، بيبعتوا لك كونتينر كده زي عباية النقل كده عندنا في مصر مثلا، والداتا العربانه دي بتاخد منك الداتا، بيحصل موفمنت للداتا لوكال ما بين الداتا سنتر بتاعتك والكونتينرز دي، وبعد كده تقدر تموف الداتا دي على الكلاود. طيب انت ازاي بقى بتختار الموست سيوتابل ستورج بقى للاورجانيزيشن بتاعتك؟ احنا هنا عندنا بعض الحاجات اللي لازم نكون واضحين فيها. مثلا انت لو بتختار فيوز كيس فيها ستريمينج تقريبا يعني 100%، انا مش عايز اقول يعني 90 يعني اكاد يعني اكتر من 95% من بروجكت ستريم ستريمينج بتحتاج فاست داتا ستورج. يعني مثلا تعال نتخيل عندنا داتا ستورج للستريم، ممكن اصلا الناس تحطها على داتابيس سريعه وبيشتغل اس اس دي هاردوير اس اس دي كمان عشان يكون سريع جدا. طب انا لو عندي داتا ريبورتنج ديلي ولا حاجه برضه تكون سريعه بس مش بنفس الليفل بتاع الستريمينج. طب لا عندي داتا ريبورت ليها كمان من سنتين فاتوا، ممكن احطها على هدوب وابقى اعمل هايف كوري، هتطول شويه بس ترجع لي. فخلينا نقول ان الموضوع ده هو بيختلف من يوز كيس ليوز كيس، بس انت لازم تكون فاهم البيزك والادوات. واحنا دورنا في الكورس ده هنا هو مش ان انا اقول لك خد الاجابه اهي، بس انا وظيفتي ان انا هديك طريق، الطريق ده لما تمشي فيه هيوسع لك مداركك كده، انك انت يكون عندك فيو اوسع لاختيارات، بناء عليها بقى تقدر تاخد اختيار افضل. لكن انا مش هقول لك امشي الطريق ده هتاخد الاجابه دي، لا انت تمشي في طريق كده. تخيل دلوقتي انت ماشي في طريق ضيق، لما تمشي معانا في الكورس الطريق ده، الكورس بتاعنا ان شاء الله هيوسع الطريق ده لغايه ما توصل زي ميدان كده. بعد ما توصل الميدان ده بقى تبدا تاخد طريق، هاخد الطريق ده الطريق ده. هو ده وظيفتنا في الكورس، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. احنا خلصنا الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الداتا هاوس كاركترستيك، وهنتكلم على الداتا هاوس اركتكشر. واحنا المرحله الجايه من الكورس معظمها ليها علاقه بالداتا موديل، وتبقى معظمها ليها ديزاين اكتر الفتره الجايه. فان شاء الله تستمتعوا معانا بالكورس ومشاهده ممتعه. شكرا، السلام عليكم.